اهلا وسهلا، رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل. وتاكد مشاهدي الكريم اني لن اطرح موضوع واتركه عائم على حسب ما يوفقني الله سبحانه وتعالى. الكل عنده أقوال، ولكن في النهاية العقل في غالب الأشياء يقنع بما يشاهد. أعطوني المقطع على الشاشة، مقطع فيصل العرجاني. أول ما يجهز المقطع أعطوني إياه على الشاشة. ثانية أو جزء من الثانية يغير أحداث في العالم. كيف بالمسابقة؟ مسفر، نشوف المقطع. طيب الله، أنا ما تخوفني يا تحت زين، لكن أقسم بالله العلي العظيم إني من عينك للشاشة على طول، والله إني ما انتبهت لا فيصل ولا غير فيصل. شباب باقي أحد برا؟ شوف نقطة أنك انتبهت وما انتبهت ما لها علاقة بالتغشيش نهائيا. حلو، نقطة أنه مسفر انتبه ولا ما انتبه، ما لها علاقة بالتغشيش. الأمر الثاني قبل أن نشوف المقطع، الإجابة يا مسفر كانت رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. جميل، المقطع جاهز؟ أعطوني المقطع، المقطع فقط أعطوني إياه على الشاشة. هذا المقطع على الشاشة، فيصل يقول رقم ثلاثة وهو يقول أني أنا أتكي كذا. إيه يتكي، هو يبطل المقطع في أجزاء من الثانية لين يتضح يسويها. أنا قال كذا. طيب مصب، خلي يجيب الصورة يشوف. نشوف الصورتين على الشاشة يا شباب، عرضوا لي الصورتين. أعطوني تكية فيصل في الأساس أول ما تجهز، أعطوني تكية فيصل اللي دائم يتكيها. كل الوقت يا أساتذتي في الكنترول، أكيد مش ثواني. أتوقع أن الصمت الآن هو سيد الموقف. لا هو سيد الموقف حكمة، ما أبغى الأمر تصعب. معكم معكم معكم. أعطى النتائج يا زياد، يخصمون بعد التوهان بها. أعطوني الصورة الأولى يا شباب على الشاشة. هذه جلسة فيصل. يبطيها، يختار شوف وجهه غادي يمشي. أعطوني الصورة اللي بعدها. هذه الصورة اللي ظهرت في المقطع. العين المسفر. طيب. والثلاث الأصابع على الشاشة. يا فيصل أنا أنقل ما على الشاشة. لست إلا ناقلا لما حدث. طيب ناقل لما حدث. طيب هذه هي نفس الثلاثة. جميل. تبطي وتحط الصورة، يحط الصورة لين يضبطها. أنا لا أبطي، فأنا معك هنا. يعني ثبت الخصم؟ إيش رأيك في اللي شفت؟ شو رأيي عادية. أنا جلستي من البداية، صح لو إني جالس كذا، يوم جات مسفر قال كذا، أما الحين في اختلاف بسيط، إني قال كذا ولا قال كذا، وأنا من اليوم قال كذا وقال كذا. القرار الأخير هو خصم 1000 نقطة منك يا فيصل. طيب الخصم، دقيقة، أخصم. تفضل. الخصم متاح، بس الخصم ما يكون في إبراهيم. نفس الخطوات اللي اخذها ابو سلطان اللي طول عمره في برايمات سابقه، يجي ويخصم، بس ما تخصم من نقاطي في البرايم اللي تنجيني من البرايم، يعني خصمت مني 1000 نقطه اطلع برا البرايم، من اللي يتحملها؟ ابو سلطان هو اللي بت في الموضوع هذا ويجي يعطيني الخصم. طيب فيصل، تاكد ان كل شيء تقوله مسموع، ولو لم يكن هناك شفافيه ما تركت لك التعبير. نفذت الخصم وانتهيت من جولات البراي والنتيجة ومضينا.
ما رأيكم ما رأيكم فيما ذكر فيصل؟ أبو سعد ممكن أبو سعد؟ يراجع اللقطة أبو سلطان ويجب اثنين الخصم أرضى بالخصم يشوف أبو سلطان والمدافع المسؤول. جميل، القرار نافذ لأبو سلطان كامل الحرية مستقبلاً. ألف نقطة تخصم من فيصل العرجاني. تخصم تخصم من هذا البراي ما نقدر نقول شيء. مش من النقطة ما نقدر نقول شيء. أعطوني اسم أول العائدين إلى المنتجع. ألف تليريون مبروك العودة إلى المنتجع.